والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إن الله تبارك وتعالى أخبرنا في هذا القرآن عن كثير من الأسرار العلمية والتي لم تنكشف إلا في العصر الحديث، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إعجاز هذا القرآن في كل زمان ومكان. ومن الأسرار الكبيرة التي كشفها القرآن سر بناء الأهرامات، فهذه الصروح العملاقة والتي بناها الفراعنة قبل آلاف السنين لا زالت سرا غامضا استعصى على العلماء طيلة سنوات طويلة. فقد حاول كثير من الباحثين إعطاء تفسير لسر بناء الأهرامات، فكيف استطاع الإنسان حمل حجارة تزن عدة آلاف من الكيلوغرامات ورفعها لمسافات عالية؟ الهرم يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر، وهناك الهرم العظيم هرم خوفو يبلغ ارتفاعه بحدود 146 مترا، فكيف تمكن الإنسان من حمل هذه الحجارة لهذا الارتفاع العالي؟ وكيف تمكنوا من صقل أسطح هذه الحجارة بشكل ناعم جدا لتتطابق مع الحجارة الأخرى دون ترك أي فراغات؟ وهنا بدأ العلماء يطرحون الكثير من النظريات، واعتقد بعضهم أن هنالك عمالقة هم من بنى الأهرامات، وآخرون قالوا هذه الأهرامات بنيت من قبل الجن، وهكذا الكثير من النظريات. ولكن في القرن 21 وقبل سنوات قليلة فقط تمكن العلماء الأمريكيون من كشف هذا السر. لقد قام بعض العلماء بأخذ عينات من حجارة الهرم الأكبر، وذهبوا بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأخضعوها للتحليل المخبري بواسطة المجهر الإلكتروني. والمجهر الإلكتروني يقوم بتكبير الصورة لأكثر من 100,000 مرة، وكانت المفاجأة لهؤلاء العلماء أنهم وجدوا أن الحجارة التي صنعت منها الأهرامات حجارة غير طبيعية، إنما مصنوعة صناعة يدوية، فقد لاحظوا وجود كمية من الماء داخل هذه الصخور أو هذه الحجارة نسبة أعلى من الحد الطبيعي، ووجدوا فقاعات هواء أيضا. هذه الفقاعات تدل على أن هذه الحجارة تجمدت بسرعة، أي أنها حجارة غير طبيعية. وكانت نتيجة هذه الأبحاث الطويلة أنهم خرجوا بنتيجة تقول إن الفراعنة قاموا ببناء الأهرامات من خلال صب الطين في قوالب خشبية، أي أنهم استخدموا الطين لهذا الغرض. ولكي يضمن الفراعنة إعطاء الشكل والصلابة لهذه الحجارة فقاموا باستخدام الحرارة أيضا، ولذلك فقد خرج العلماء بحقيقتين، وقد تم نشر هذه الحقائق على كبريات المجلات الأمريكية والأوروبية،
ونال هذا البحث اعتراف الكثير من علماء الغرب. الحقيقة الأولى أن الأهرامات بنيت من الطين. الحقيقة الثانية أن الفراعنة استخدموا النار أو الشوي أو الحرارة لصناعة هذه الحجارة التي صبوها ضمن قوالب خشبية، فكان العامل لا يحتاج لرفع حجر يزن 5 طن مثلا، إنما كان يرفع القليل من الطين ثم يضعها ضمن القالب الخشبي وينتظر حتى تتصلب هذه المواد، ثم يصبون حجرا آخر وهكذا حتى يكتمل بناء الهرم. الآن سوف نكتشف أن القرآن الكريم قد كشف هذا السر بدقة بالغة. يقول تبارك وتعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. لقد أخبر فرعون وزيره هامان بالتقنية المستخدمة في بناء الصروح العالية وهي الأبنية العالية مثل الأهرامات وغيرها، وقال له فأوقد لي يا هامان على الطين، أي استخدم الطين مع الحرارة لبناء هذا الصرح العالي. وسبحان الله، هذا السر الذي بقي آلاف السنوات كشفه العلماء قبل سنوات قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن القرآن الكريم كشفه لنا قبل 14 قرنا لتكون هذه الآية دليلا على صدق هذا القرآن ودليلا على صدق رسالة الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر.